مش فاهم. يا سيدي السلام عليكم. عليكم السلام. عاود عارفين والله ماشيكم. قامت السلطات الصينية بتنفيذ قبة قاسية على بعض السيارات التي تركن في أماكن عامة بشكل غير قانوني، كما تكركي كهربتك انت نصف الكياس، حيث استعانت بحفار كبيرة لمعاقبة هؤلاء المخالفين من أصحاب السيارات التي تقف بشكل غير مخالف. يعني انت سيانيس تجي راكي كربتك لطه تحت العماره تركيها في بلاصه مش ولا بد نتعاقب نجيبوا لك تراكسه سيانيس ويعملوا لك شطرطاف. اي قديمه هي الحكايه، صارت فعلا، وفما حتى فيديو تنجموا تلقاوها على اليوتيوب على الحكايه هذه. والكهرباء فريمون يضربوها راهو يدقدقوها ما خلو في شيء. الكهرباء ما تحطهاش في بلاصتها يدقدقوها. انا مسيت تعرف هذا كان يتطبق في تونس، وكنت تصير ثوره في تونس ولا رابعه تطبق تونس كان يتطبق في تونس تو يخسرونا في الكريهبات اللي عندنا الكل. انت لهنا صباحيه اي مسيو ماشي سيتو ماشي شنقال ارحم وافينا بارامون تاع تونس. شنقال نتاعنا ارحم وافينا ولي ارحم والواحد كي يلقى كرهه ارحم والديهم شنقلتي والله يرحم والديهم. خلصت الفينيت ولا خالصين يا معلم؟ كل شيء خالص، امور قانونيه كل مريقله ديما كل شيء قانوني.